نسبيا شويه بخصوص هذه المباريات الحاسمه. اه احنا قلقانين شويه، لكن ده القلق الطبيعي، لكن في نفس الوقت القلق ده في كمان ثقه من خلال جمهور النادي الاهلي في الجهاز الفني واللاعبين ان هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يفرحونا في مباراه يوم الاحد. اروح لفاروق. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هزيد على الكلام اللي انت قلته دلوقتي امير. الثقه كلنا عندنا ثقه ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي، ثقه في الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله امير على قدر المسؤوليه، عارفين قيمه المباراه واهميه المباراه. واعتقد تواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده في مران النادي الاهلي لليوم الثاني على التوالي كمتواجد النهارده كابتن محمود الخطيب بيدي رسائل برضه للاعبين باهميه اللقاء يا امير. كويس. طيب طمنا بقى على التدريبات النهارده، الاستعدادات، حماس لاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه يا فاروق. يعني لو هاخد من نهايه الكلام يا امير، اعتقد يعني حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لمران الفريق النهارده لليوم الثاني على التوالي بيوفر رسائل للاعبين، رفع من حماس اللاعبين للمباراه واهميه المباراه. ويعني اتبع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه، شاف ترتيبات اللقاء وشاف الامور، طمن على النواحي الاداريه والنواحي الفنيه للاعبي النادي الاهلي، وتابع جزء كبير جدا من المران الكابتن محمود الخطيب. كويس. الامر ده ادى يعني رفع من الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي والحماس امير. اللي تقدر تقول ان لعيبه النادي الاهلي في قمه التركيز في هذا اللقاء، عارفين اهميه اللقاء وعارفين اهميه محطه النجم الساحلي، ايضا تعويض عن اللقاء الاول اللي يعني النادي الاهلي خسر لظروف خارجه عن نطاق الكوره. فنطمن على الحاله الفنيه، مستر ريمي فايلر شغال على شقين، طبعا الشق النظري هو باهتمام بالنواحي الدفاعيه ومتابعه فريق النجم الساحلي في الفتره الاخيره والمباريات الفرق، واتفرج يعني ان شاء الله على المباراه اللي كانت لعبت في تونس برضه، للايه الوقوف على بعض الامور النظريه اللي هيبقى شق نظري شويه للاعبين، والبعض الامور اللي اللعيبه ليها في النواحي الدفاعيه في التمركزات في الوقفات. النهارده من الامور المهمه جدا المميزه جدا اللي اشتغل عليها مستر ريني فايلر هو الجانب الهجومي، وده من يعني تقدر تقول يا انها من الامور المعتاده لمستر ريني فايلر، ولكن النهارده كان تنويع شويه في بعض الجمل، يعني وقت تقسيم اكتر من مره النهارده علشان انه يشرح بعض الامور للاعبين علشان يتم تطبيقها بصوره صحيحه. كل اللاعبين تقدر تقول امير النهارده بتضع مستر ريني فايلر في حيره ان انا اختار التشكيل اللي هيلعب باللقاء. اليو باتجي بعد قيده محليا ان شاء الله وهو بيأدي المران، شفناه في التقسيمه، شفنا لعيب النادي الاهلي وليد سليمان وحسين الشحات احمد فتحي محمد هاني مجدي قفشه، مجموعه اللاعبين خاصه خط من الوسط وخط الهجوم، هتضع مستر ريني فايلر في حيره برضه اختيار التشكيل. احمد الشيخ وتالق في المره الاخيره والتقسيمه، مرام ربيعه ومتولي وياسر ابراهيم، مجموعه اللاعبين يا امير زي ما قلت حاله من الجاهزيه عند لعيبه النادي الاهلي، ارتفاع الروح المعنويه. يعني بننتظر بس يا امير ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى وثقه جماهير النادي الاهلي ودعم جماهير النادي الاهلي اللي فعلا كلنا محتاجينه في هذا اللقاء. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق. البرنامج هيكون لحد ميعاد المباراه عباره عن ايه يا فاروق؟ برنامج الفريق. الفريق هيستانس مرانه غدا يا امير ان شاء الله عقب صلاه الجمعه. اللي هيدخل معسكر ان شاء الله يوم السبت استعدادا للمباراه، يعني هيكون في تمرين اخير للفريق يوم السبت، هيعقبه ان شاء الله دخول اللعيبه في معسكر استعدادا للقاء. يعني خلال برضو هذه الايام مستر ريني فايلر يعني مقسم ماتشات النجم الساحلي على افراد الجهاز المعاون بيزا و مايكل يانكون، الجميع بيتابع مباريات الفريق النجم الساحلي، اللي برضو كل مدرب او كل فرد بيحاول يقدم برضو تقرير عن ابرز ايجابيات وسلبيات فريق النجم الساحلي. اطمن برضو حراس النادي الاهلي قضوا مران اكثر من رائع مع ميكيل يانكون مدرب حراس المرمى، يعني شناوي وشريف وعلي لطفي وشوبير، المجموعه ادت مران اكثر من رائع. التقسيم يا امير اللي كنت يعني بركز فيها شويه ان مستر ريني فايلر في حاجات او جمل انا مش عايز استفيض برضه فيها امير، ان مستر ريني فايلر في جمل بيحضرها لمباراه
لمباراه النجم الساحلي استغلال الكرات العرضيه، وفي امور في الكرات الثابته برضو بيحاول مستر ريني فايلر ان هو يستغلها مع توزيع ادوار لبعض اللاعبين في الملعب يا امير. نفس البرنامج اللي هيستمر عليه الفريق امير زي ما قلت لك، استئناف المران غدا عقب صلاه الجمعه، والفريق يدخل معسكر ان شاء الله يوم السبت باذن الله امير استعدادا للمباراه اللي بمشيئه الله. يعني باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي وثقه في الجهاز الفني، لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار في امير باذن الله يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق لمباراه النجم الساحلي. عايزين نتكلم